إسرائيل قطاع غزة، بعد قطاع غزة جنوب لبنان وبعض المناطق في بيروت كمان دلوقتي بيضربوا، ممكن يحصل اغتياح بري بشكل أوسع بشكل أوسع طبعا. ماذا بعد لبنان؟ بعد لبنان سوريا. سوريا خطة محطوطة، خطة محطوطة. إذن مش عشان أنا اتضربت فبضرب، لا دي خطة محطوطة وبتتنفذ بالزبط. سواء حزب الله ضرب ما ضربش، إيران ضربت ما ضربتش، كده كده الخطة دي محطوطة بالزبط. وهتكمل. هي خطة توراتية يدعمها الصهيونية العالمية. لابد ان احنا نفهم محددات واضحة جدا يا استاذ امير، ان اسرائيل ليست جزء من هذه المنطقة، ليست من جسد هذه المنطقة طبعا، هي جزء غربي، ويعني اتى به الامبريالية الغربية ووضعته في الشرق الاوسط لفصل العالم العربي شرقه عن غربه. صح. وهذا الاختيار كان اختيار جغرافي وليس اختيار توراتي ولا اي حاجة، كل ده اختراعات. طيب نتنياهو بس هما بالنسبة لليهود والصهاينة لا، هما ممكن يكونوا وظفوا كل حاجة، يعني هما عندهم معتقدات بينفذوها وهي معتقدات دينية، هي معتقدات تلمودية. والتلمود وضع بعد الأنبياء. أيوة. وضع بعد السبي البابلي وبعد السبي الأول والثاني، فوضع في مظلومية، ففسروا التوراة ومزامير داود ونشيد كل ده فسروه فيما يسمى الهلخاء أو كتب الشريعة. أيوة. التفسيرات التلمود جمعوا كل التفسيرات ديت وعملوا حاجة اسمها التلمود، ظهر في البندقية سنة 1500 تقريبا، حاجة 76 أو 69 حاجة كده، فظهر بعد تقريبا أكتر من 2000 سنة. أيوة. كل التعاليم اللي موجودة أصبح الآن كل من هو يهودي يؤمن بالتلمود قبل ما يؤمن بالتوراة. أيوة. عشان كده هناك اختلافات شديدة جدا ما بين الطوائف اليهودية، هناك طوائف تؤمن بالتوراة فقط ومزامير داود ولا تؤمن بكل ما كتب بعد الأنبياء والرسل. ففكرة توراتية الدولة، ما بيقولوش بقى وما بيقولوا سياسيا يهودية الدولة، لكن اليهودية ما فيهاش كده، ما فيهاش كده طبعا، التوراة ما فيهاش كده خالص طبعا. ولكن هي القصة كلها بالدليل ان في يهود كتير في زي في امريكا او في اوروبا بالظبط رافضين اللي بيحصل وضافين الفكرة اللي انا عايز اللي الناس يعني كويس جدا ان حضرتك بنتكلم في هذا الموضوع. الشباب بيشوفوا عندنا على الابلكيشنز التيك توك والريلز والحاجات بتاعت الفيسبوك صور لخريطة اسرائيل الكبرى. ده بيهزمك، ده هو بيحاول يهزم معنوياتك، هو لا يستطيع ولا البلاسينجز. يقدر بالظبط يا فندم، لا يستطيع ولا يقدر، ولكن هو هذه احلامه، هو بيحلم بده. لكن اللي انا متاكد منه ان الثقافه بتاعتنا العربيه والدينيه، لان احنا اساس الاديان الثلاثه، بكل تاكيد تستطيع هضم اسرائيل. هضم اسرائيل ماشي، هنهضمها 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 امتى؟ هندوبها امتى؟ لما ايه يحصل؟ ما احنا مش هنهضمها فجأة، ما لحد دلوقتي فجأة. اسرائيل متقدمة، هي الحرب هي. الحرب ديت يا استاذة اميرة، عايز خليني اكلمك على ثلاث حاجات مهمة. يلا، لان ده فيه صراحة يعني. يلا. مجموعة المعارك تمثل حرب ماشي، ومجموعة الحروب تمثل استراتيجية. ايوه. انت سيادتك اللي قلت دلوقتي ان هم عندهم تخطيط مسبق يعني استراتيجية طبعا، فاستراتيجيتهم ان هم يقتدموا جزء حتى الشمال الليطاني وجنوب سور من لبنان، يستكملوا يعني الاستيلاء على هضبة الجولان كاملة، ثم يتجهوا في اتجاه تاني كده يعني الأردن، الدور على الأردن يعني. حلو قوي. غزة، لبنان، سوريا، الأردن. هذه الأطماع الإسرائيلية. بعد الأردن لا خلاص، ده هم كده بيقولك خلاص احنا دخلنا الجزيرة العربية. ما هو لو دخل الأردن دخل مفتاح الجزيرة خلاص، ما هي ديت الجائزة الكبرى، الجزيرة العربية طبعا، الجائزة الكبرى، ده وجهة نظرهم كده. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، الخطه دي كانت محطوطه ان هي تبقى على مدى طويل قوي بالظبط. انا لو حضرتك برضو حضرتك ادرى نتنياهو بيسرع الخطه بشكل وعمال بيضغط كان دلوقتي هو شايف ان ده الوقت المناسب. هو شايف ان ده الوقت المناسب لسببين. اولا شايف ان الاداره الامريكيه الحاليه هي دميه في يد اليهود. ايوه. ويستطيع لوبي الصهيوني. بالظبط، لوبي الصهيوني. وحتى الرئيس الامريكي اول مره رئيس امريكي يطلع يقول ده انا صهيوني اكتر من الصهاينه، انا بحلف باقسم على انجيل بقاله 300 سنه من اسرته. هو اول رئيس امريكي كاثوليكي في على مدار 200 سنه. أيوة. او تاني رئيس حاجه كده يعني، كله كان بيبقى يعني بروتستانتي اللي هو الكنيسه الانجلو ساكسوني. ايوه. اول مره يبقى في واحد كاثوليكي يقول لك ده انا صهيوني، مع ان ده مش
مش منطقي يعني. حتى لا هما دلوقتي حتى في الانتخابات الامريكيه ما بين كاميلا هاريس وترامب هما بيتصارعوا مين اللي بيحب اسرائيل اكتر ومين اللي عنده انتماء للكيان الصهيوني اكتر. بالظبط يا فندم. عشان كده مهم جدا ان احنا نفهم ان نتنياهو شايف ان في ضعف في الاداره. ايوه. وهو تقدم في الحرب مع حسن نصر الله ولبنان لكي يفرض على الاداره القادمه موقف ان اسرائيل قواتها في لبنان وقواتها في غزه وبالتالي قواتها في الضفه. اذا الرئيس القادم لابد ان يخضع لمطالب اسرائيل في البعد الجيوسياسي المحيط بدولة إسرائيل. إذن بقى اللي يطلع يقول لك نتنياهو أصله بيمد في أمد الحرب عشان ما بيتحكمش. لا 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 لا, لا كلام فارغ. كلام أنا بأيدك مليار في المية. يعني ده كلام إحنا حافظينه وبنطلع نقول ده استهلاك محلي. عمر ما في خطة محطوطة والراجل ده ماشي عليها. لا بيمد في أمد الحرب ولا عايز ولا خايف من المحاكمة. الكلام ده كله أصل إحنا كنا بنقوله بالمناسبة. ولكنه كلام الواحد اكتشف مع الوقت إنه كلام فارغ. ده كلام فارغ لأنه هو حتى بالأمس أو أول أمس. ضم جدعون ساعر بالاربع مقاعد اللي معاه. يعني بقت النهارده الحكومه الاسرائيليه كانت 64 مقعد من اصل 120 النهارده بقت 68. فهناك حاله رضا عن نتنياهو طبعا رضا كبيره جدا. حتى الخلافات الواحد بيشوفها امام الشاشات بينه وما بينه وما بين الناس اللي شغاله معاه سواء جالنت او غيره او غيره انا بحسها فيك مش حقيقي. لا 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 مش حقيقي. هم متفقين هيعملوا ايه هم متفقين هم هيعملوا ايه هم سوي. هم كلامك صح هم متفقين لسبب مهم جدا يا استاذه اميره. احنا لو بصينا للكنيسة الاسرائيلي هنجد ان 72% من اعضاء الكنيسة متخرجين من مدرسة نتنياهو. ايوه. هم بينتموا لليمين الدين المتطرف. المتطرف. طيب بقية العدد اللي هم 48 مقعد اللي فاضلين يعني. منهم 10 مقاعد للجالية العربية او العرب اسرائيل. ايوه. والباقي كله متناثر ما بين قوى اليسار الاسرائيلي. دلوقتي